طبعا احنا موجودين هنا في الاسماعيليه بناء على توجيه السيد وزير الداخليه لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لاهالينا الوافدين من العريش للاقامه هنا في الاسماعيليه. طبعا واكدنا ليهم انه الدعم والمسانده وتقديم تسهيل كافه الخدمات الشرطيه اللي هم محتاجينها، هذا بالإضافة إلى أنه طبعا تم توزيع بعض الهدايا العينية البسيطة، ودي بتعبر عن حاجة بسيطة بنقدمها لهم، تسجيل كافة المشاكل. احنا بنؤكد أنه الإرهاب ما بيفرقش بين مدني وعسكري. منذ قدومهم الحمد لله تم تأمينهم التأمين الجيد، وتوجهات السيد الوزير ان احنا نتواصل معاهم بصفه مستمره، والنهارده جايين والسيد مساعد وزير حقوق الانسان والسيد مدير الامن وكل القيادات المديريه وكل الضباط جايه بتقول لهم وبتطمنهم ان هم في وسط اهلهم وفي وسط اخوانهم. احنا اجتمعنا معاهم، الاجتماعات كلها كانت في كافه الاماكن اللي هم مقيمين فيها حاليا. هم الحمد لله تعالى فضل من الله سبحانه وتعالى شكروا الاجراءات الامنيه اللي بتتم في الاسماعيليه، امن الاسماعيليه، واحنا تحت امرهم. وانا وصلت رساله بسيطه، هم كلمتين بساط، مكتبي مفتوح ال 24 ساعه، اي حد من حضراتكم محتاج اي حاجه في مجال المرور، في مجال الاحوال المدنيه، في مجال الجوازات، في اي مجال خاص بوزاره الداخليه، فالكلام ده منتهي بمشيئه الله، هيلبى الطلب بتاعه. وخلصنا بالفعل حالات كتيره. مش هنقع ابدا، ربنا يامن يحمينا، عمرنا ما هنقع يا بص. ادانك طول عمرك عاليه كده، اول خدت بالك انت ورايتك بيضه يا مصر. وبنشكر الرئيس، وبنقول متشكرين جدا، انت فعلا اب لكل المصريين. قلبا بقول فعلا يعني تحيا مصر فعلا، لان قيادتها وشعبها ورئيسها ورانا في كل حته، ومفيش عايز حد يقدر فرقنا من بعضنا فعلا، ومن لان من قديم الزمان احنا مع بعض. دول شويه فئه ضاله، وان شاء الله ربنا برضه هينصرنا عليهم باذن الله.